هذا اخويا انا توجور دي لا ميم شوز، نتمنى وتنحل. اليوروب ماشي خير منا، 27 دوله، طليانيه هضر بالطليانيه، الالماني بالالمانيه، الفرنسي بالفرنسي، اخويا اسبانيولي بالاسبانيولي، البرتغالي بالبرتغالي، وداروا وتحدوا. وحنا يعني يجمعنا تاريخ، وقبل ما يجمعنا تاريخ يجمعنا الدين، يجمعنا الاسلام والعروبه والامازيغيه وشعل بزاف صوالح. من الحدود ان شاء الله الحلم تاعنا كاع كشعب جزائري، وجو سوي سور كاع كشعب مغربي، الحلم تاعنا ان شاء الله الحدود تنحل، وان شاء الله غادي تنحل، ان شاء الله تنحل. ونشكر الشعب المغربي على المسانده البارح وطول البطوله على مساندتهم للفريق الجزائري الوطني، ومبروك علينا والعقوبه لكم ان شاء الله اون بروشان فوا ان شاء الله. نورمالمون تخرج في اليوتيوب ان شاء الله، يخرج لو كليب لو موا دوت، ما بقى والو يعني بالك دو تخوا سومان ان شاء الله. كاينه وحده ان سلو يخرج لا فان ديسمبر فيغ لو 22 23 ديسمبر ان شاء الله. كاين شي حوايج مسجلين في الجزائر، لو ستيل تاع الراي تاعنا انا وحسني الله يرحمه، لو ستيل القديم غادي يكونوا ما بين هذه وهذه، مرة تلقى حبة في اليوتيوب إن شاء الله. بلادي الزوجة صافي بلاد كادرو، كنا نجو كنا نغنيو السعيدية، ما كانش كاين كاع مهرجان تاع الراي تاع وجدة على ليبوك. يعني حنا شعب واحد ودين واحد، ماكلة واحدة، سيتو وجدة هنا تديرها تبالك مغنية مليح. إن شاء الله ربي نحلوا الحدود إن شاء الله، لأن في كاع الولايات هنا في المغرب كانوا محتفلين الناس وفرحوا، ولو كان ربي كتبها للمغرب كان يصرى لا ميم شوز في الجزائر، ونشجعوا خوتنا المغاربه. نشكروه يا اخي، نشكروا سيدنا اللي بالنيابه كاع الجاليه الجزائريه ان شاء الله، نشكروه زعما من كاع القلب، من اعماق القلب كما يقولوا. شنو كي سعد مجرد سي كوا لا غولاسيون؟ سعد خويا الصغير، سعد عاش معايا، عشنا مع بعض وخدمنا مع بعض وحفلات، و كنت نعرفه سنين من العام الاول اللي طلع فيه هو، تلاقيت به وتلاقينا في حفلات ونحييه من هذا المنبر، توحشت هذه المده ما شتاش. دكتور شوفوا ان سيجور شي عمل مجتمع ان شاء الله بوكو با انا ليبوك تما لهي قلت له نديرو ديو. السلام عليكم، سواي نومبرو سو سوا او فيستيفال دو لا 13 اديسيون دو فيستيفال دو راي دو وجده. نشكر الشعب المغربي بور لوغ سوتيان pour l'équipe nationale algérienne, la Coupe d'Afrique Hadi, Mbarouk Alina, ou un tout petit vivant l'Algérie, ou Benesbel le Jadid, Inch'Allah, qui a une chanson le mois d'août, ou qui a une chanson à Dokhra, fin décembre, avec des clips, ou Mabinatum, qui a des surprises, Inch'Allah. Je suis très content, le Maroc, après 24 ans, la dernière fois qu'on était au Jda, c'était en 94. Ou l'Iom, Inch'Allah, on tarde qu'on barraque. يا خويا نشكروا، الفرحه كانت عامه للعالم العربي كاع، فرح بالكوب دافريك، وان شاء الله فهمت لا بروشان فوا تونس ولا بروشان فوا الماروك، بوكوا با تقعد تدور غير هنا في المغرب العربي، احنا ماذا بينا تدور غير هنا كعلا. ما تنساش تابونا في لاشين وتاكتيفي الجرس باش يوصلك جديد الفيديوهات من هاد بريس.